ما يحصل في البصرة هو صراع بين الدولة واللا دولة، بين ما من يريد أن يعيد العراق إلى المربع الأول، بين من يريد أن يقتل الناشطين ويطلق عليهم الاتهامات الجزافة، بين من يريد أن يغيب كل صوت حقيقي وداعي إلى الوحدة الوطنية. حقيقة بالمقابل هذه النظرة وهذا التعامل أخذ، هو ليس بوليدة هذه، يعني بوليدة اليوم أو وليد اليوم أو وليدة اللحظة، لكن هذا التعامل أو الاغتيالات هي عبارة نتيجة مسلسل مستمر منذ سنوات حقيقة في البصرة بالأخص على وجه الخصوص. في 2018 كانت هنالك مسلسل الاغتيالات في السنوات السابقة، في عندنا أسماء معروفة وحقيقة قضاياهم أصبحت رأي عام في كل العراق. أما فيما يخص زيارة رئيس الوزراء والقوات الأمنية وزيارة وزير الداخلية وما رافقه من مسؤولين أمنيين، حقيقة زيارة رئيس الوزراء وما رافقه حقيقة أخذت اهتمام البصريين وأخذت منحنى إيجابي كمتظاهرين وكناشطين وكمثقفين معنيين بالشارع المصري. لكن الزيارة شيء والنتائج التي رافقت الزيارة هي ما ننتظرها حقيقة. الحلول التي طرحها وزير الداخلية يعني أعتقد كانت تتمثل بعدة حلول، لكن ما ذكر في الإعلام هي نصب سيطرات دائمية ومؤقتة، منع العجلات الغير مرقمة، منع السيارات المضللة. أنا أعتقد بأن هذه الحلول بدائية ولا ترتقي إلى الجريمة أو